السلام عليكم ورحمة الله. وكتاب عربي الأستاذ اللغة العربية أولى ابتدائي الفصل الدراسي الثاني، والكتب شرفتنا امبارح. تعالوا نشوف الكتب من جوه يا جماعة عاملة ايه. اهو ده تقسيمة خريطة المنهج، ماشي، ودي الموضوعات اهوت، الموضوع الأول والثاني، كل واحدة فيها اتنين موضوع. الناس اللي بتحب الأسئلة الكتير والمراجعة الكتير اهوت بديق لي. أول حاجة بدعم القراءة والكتابة، بيراجع لي تاني على حركات الفتح والضم والكسر والسكون والحروف اللي ليها أكتر من شكل. طبعا بيراجع لي أولى ابتدائي بقى كله، بيراجع لي على الحروف اللثوية، وكمان ده مدي جمل للقراءة والإملة، مدي كمان قصص كاملة أوبا لإتقان القراءة والكتابة. إن في ناس كتير جدا بيكلموني بيكونوا عايزين كتب لإتقان القراءة والكتابة، حاجات زي دي كده. تمام، هنا اهي أنا، ده أحلام عالية، ده الدرس الأولاني، ماشي، اهيت مهارات القراءة وتمارين عليها وأنشطة أسماء الإشارة. إيه تاني؟ كل دي تمارين يا جماعة على الدرس اهو. وبعدين القراءة المتحررة، جزء القراءة المتحررة وتمارين على المد اختبارات. وبعدين نشيد الكون المشرق، يا ترى مدي معاني ولا لأ؟ اهو مدي معاني، مدي سؤال وإجابة، خلاص، كلمات على وزن، أنشطة وتدريبات الأستاذ، والكتاب حلو قوي، مدي سؤال وإجابة، عامل تمارين كتير، عامل مراجعة على اللي فات، خلاص. ده الكتاب اهو، الكتاب الاستاذ نازل. الكتاب تقريبا عامل كم صفحة؟ حوالي 270 صفحة اهو. والكتاب عامل 130 جنيه. العربي الاستاذ اولى ابتدائي ترم تاني يا جماعة، كتاب الاستاذ.